لم يتوقع نتنياهو أن قراراته السياسية في الفترات الماضية ستؤدي إلى الأزمة الكبيرة التي تعيشها إسرائيل الآن. رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى تحذيرات أكثر من مرة لكنه تجاهلها، ليس لمرة واحدة بل مرتين. رئيس وحدة الأبحاث بجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء أميت ساعر ناشد نتنياهو في 19 مارس الماضي بوقف تمرير التعديلات القضائية التي أصر عليها في الكنيسة. وعادت المخابرات الإسرائيلية لتحذر نتنياهو في 16 يوليو الماضي. وبحسب صحيفة هارس الإسرائيلية فإن هذه التحذيرات التي وصلت إلى نتنياهو هذا العام كانت تشير إلى أن التوتر الداخلية في إسرائيل ستشجع أعداءها على شن هجمات عسكرية. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ما زال يرفض الاعتراف بالفشل منذ هجوم 7 أكتوبر نفى تلقيه أي تحذيرات من المخابرات الإسرائيلية، معرضه لموجة كبيرة من الانتقادات.